القضايا ليك ولي نازك، القضايا الشائكة، الملفات المقفولة، المسكوت عنه. المغترب الآن يعاني، بيوت كثيرة أبوابها مقفولة ولكن فيها الكثير الكثير من المشاكل ومن الأسرار. بكل وضوح أستاذ أحمد الجبوري. والله يا استاذ ناهد صراحه يعني انت جيتي على الجرح زي ما بقولوا. نحن الان في الاغتراب يعني معظم الناس بيعانوا معاناه شديده جدا. اول معاناه الحقيقيه انك انت ما شغال في تخصصك. ليه ما شغال في تخصصك؟ لانه البلدان احنا قاعدين نهاجر ليها وقاعدين فيها ابناء نفسهم اخذوا قصه عاليه من التعليم، تعلموا فاخذوا كثير جدا من المواقع اللي كان ممكن ناخذها نحن كسودانيين او كناس وافدين يعني. هذه واحده. اثنين، الرواتب يعني انخفضت صراحه، برضه دي مشكله كبيره جدا. لانه قبل استاذ ناهد لما قلت لك في بعض الجنسيات بتختصر القربه بتاعتها في 5 سنين وعنده بلان، هي كلام صحيح. الكلام ده احنا بنطبق عليه كسودانيين. نحن كسودانيين يا جماعه عندنا اسر ممتده، بنصرف مش على نفسنا بس وعلى اولادنا فقط، نصرف حتى على اهلنا في السودان. والنسابة كمان على فكرة. والنسابة والخالة والعمة وصحبة الأم وصحبة الكده، شايف؟ ممكن يتصلوا عليه يقول لك يا أخي حتى جارتك مثلا مريضة محتاجة للدواء الفلاني، أنت مجبور لازم تمشي تفتش وترسل.